اليوم احنا جينا نهضروا على هذه مهنه المبصاري اللي هي مهنه شريفه منظمه عن ظهير شريف 1954، والوزاره الوصيه لها هي وزاره الصحه، والترخيص كناخذوه من الامانه العامه للحكومه. هذه المهنه الشريفه اللي كتخول المبصاري يكون عنده ما بعد بكالوريا ساينتيفيك علمي 3 سنوات، كيدير دراسه 3 سنوات تكوين عالي بامتياز. ولكن لسوء الحظ ان هذه المهنه كتعيش مشاكل واشكالات خطيره كبيره بزاف، بحيث ان بعض الاشخاص العشوائيين اللي ما عندهم بدون تكوين ولاو كيحلوا محلات في القصريات وفي الاسواق وفي الاحياء، وكيدخلوا في هذه المهنه اللي لا علاقه لهم بها، لان هذه مهنه شبه طبيه اللي كتشرف عليها وزاره الصحه. وهاد الاشخاص كيقوموا ببيع المستلزمات الطبيه، شيء اللي خطير على الصحه البصريه وعلى صحه المواطن، لان المواطن المغربي مسكين ما عارفش، كيمشي كيلقى محل فيه نظارات كيدخل كيقول لك انا تنصاوب نظاظر ومن بعد تنشوف مزيان، راه خطا، راه في الوقت غيلبس هذوك الزجاج اللي ما عنده حتى نورم ديال وزاره الصحه. لا فابريكاسيون ديال هذاك الزجاج ما عندوش لي نورم، كيلبسوا ومن بعد كيبان له على سنوات كيضر هذا المواطن، يعني راه ما كيبانش له الضرر في الوقت الحاضر، وسورتو الاطفال الصغار اللي كيوقع لهم مشاكل كثيره. وهذا الشيء لازم وزاره الصحه هي اللي عندها حق الرقابه في هذا الشيء، لان المستلزمات ممنوع البيع في اي مكان من غير اللي عنده دبلوم واللي عنده لوتوريزاسيون من الامانه العامه للحكومه. وكذلك العدسات اللاصقه الملونه اللي ولا كنلقيناهم في العطور في المحلات باختو كنلقاو العدسات اللاصقه، وهاد الناس كيمشيو كيشريوهم ولكن ما عليهم والو، لحقاش كيلقاوهم نورمالمون ما خصهمش يتباعوا، لان هذوك العدسات اللاصقه راه تيمشيو ديريكتومون عندهم كونتاكت بالقرنيه، ديريكت بالقرنيه يعني ديريكت على العين. شنو هما المكونات ديالهم؟ واش عندهم اوتوريزاسيون من الامانه من وزاره الصحه؟ مناش مصنعين المواد اللي كيتصنعوا منهم هاد العدسات؟ راه خطير جدا. وحتى هذاك لو برودوي اللي كنسميوه حنايا ليكيد اللي كيتغسلوا به هذوك العدسات، هذاك راه كيكون لوتوريزاسيون من وزاره الصحه ولا كيتباع في اي مكان. شنو هذا ليكيد اللي كتقطر لعينيك وانت ما عارفوش بانه عنده اوتوريزاسيون من وزاره الصحه؟ يعني هذا خطر جدا. وشفنا ديغنييرمون ممثلين بزاف الناس في السوشيال ميديا تيخرجوا يقول لك درنا العدسات اللاصقه وقع لينا مشكل في عينينا طرا لينا ايتو، دونك هذا الشيء خاصنا نحدوا منه. ومن هذا المنبر كنشكروا السلطات المحليه في جميع اقاليم المملكه المغربيه، لانهم كنقابه وطنيه كيتجاوبوا معنا وكيجلسوا معنا وكيتفهموا الموضوع وكيتاسفوا لهذا يعني لهذا الظاهره اللي ولات، وكيخرجوا معنا وكيطبقوا القانون وكيقولوا لهم يحيدوا لهم، من بعد كيعاود هذا الشيء كيعاود يتراكم. وحنا عندنا نداء المواطن المغربي هو ان اي مواطن يسول على راسه قبل ما يمشي عند مبصاري عنده تكوين ودارس علم البصريات وعن جدارة واستحقاق واللي غيصور ليه عينه، لان كيقول لك واحد المثال لا فو سي لا في، العين هي الحياه. انسان بدون عين كيفاش غيولي؟ كيفاش غيعيش؟ واحد الصباح ما تشوفش لا ضو لا والو. يعني هذه راه خطر جدا، راه الصحه ديالكم صحه المواطن المغربي. نهضروا على شعبة البصريات اللي كانت ما تضرش بالمغرب، كانت تدرس على برا، يعني أغلبية لي زوبتيسيان يعني النظاراتين المبصريين كانوا تيجيو من أوروبا، يعني بلجيكا فرنسا أوكرانيا روسيا. من بعد يعني هذوك الخريجين ديال المعاهد الأوروبية قرروا أنهم باش توليد شعبة البصريات تدرس في المغرب، وشافوا أنها من بعد ولات تدرس في جامعة القاضي عياض بمراكش السملاليه، تعليم عالي. من بعد ولاو يعني ولات جامعه القاضي عياض ولاو 4 مدارس اخرى تعليم عالي خاصه. من بعد جاء التكوين المهني كاين فيه المدارس المعتمده والمدارس الغير معتمده.
المدارس المعتمده يعني تحترم دفتر التحملات وتحت وصايه الوزاره الوصيه. المدارس الغير معتمده للاسف الشديد كاينين بعض المدارس اغرقت المغرب واغرقت القطاع باناس يعني لا يفقهون شيئا في الميدان، واصبح كل من لا مهنه له اصبح مبصري نظاراتي. بالنسبه لنا احنا النظاراتي المبصري يعني منتظر هو مهنه منظمه بظهير شريف منذ 1954، وتم تحيين القانون بقانون 45/13 المنظم ل 8 ديال المهن شبه طبيه ضمنها النظاراتي المبصري. يعني النظاراتي المبصري ما يمكنش يزاول المهنه ديالو الا اذا كان حاصل على ترخيص من الامانه العامه للحكومه. باش اننا يعني المواطن المغربي يعرف ان هذا النظاراتي المبصري راه مرخص، القانون فرض على كل مزاول وضع لوحه بمدخل المحل المهني ديالو فيها الاسم الشخصي والعائلي، فيها الدبلوم والشهاده المصدر ديالها، ورقم ترخيص ديال الامانه العامه للحكومه. اضافه ان هذا المزاول ما يمكنش يزاول في عده محلات، يزاول في محل واحد اللي فيه العنوان ديالو اللي فيه الترخيص ديالو. هنا يعني ما هي حزه في النفس هو انه كاينه واحد مفارقه عجيبه، وان خريجي التعليم العالي وخريجي التكوين المهني سواء المعتمد او الغير المعتمد يحصلون على نفس الترخيص من الامانه العامه للحكومه، وهذا يعني غير منطقي ولا يتقبله العقل. بالنسبه يعني العشوائيه اللي عندنا في المهنه، حنا ولينا تلقاو ان ناس في السويقات يعني النظاره تتباعوا في اي مكان، ورغم ان النظاره راها مستلزم طبي، والمستلزم الطبي عنده قوانين ديالو، عنده الاماكن ديالو اللي تتباع فيه. يعني المواطن هو اللي متضرر، والصحه البصريه ديال المواطن هي اللي متضرر. ومن هذا المنبر تنبغي نتوجه للسيد باشا مدينه الجديده بالشكر، لانه استقبلنا واعطانا وعد بانه غادي يكون واحد اللجنه اللي غادي تسهر على هذه الخروقات اللي تتمس القطاع ديالنا، لان فيها مصلحه وفيها مصلحه المواطن وفيها خطر كبير. هذه العشوائيه فيها خطر كبير على الصحه البصريه للمواطن الجديد.